من الخرطوم وعاصمة السودان، أرض المليون ميل مربع. في الخرطوم بيلتقي النيل الأزرق مع النيل الأبيض. الخرطوم هي ملتقى النيلين. في الخرطوم بتلتقي الحضارات وبتمتزج الثقافات. عشانك وطني ودار أحبابي أبني وأعمل وأحمي ترابي. عشانك وطني ودار أحبابي أبني وأعمل وأحمي ترابي. ألاقي المر في جهادي، مهما ألاقي المر في جهادي، بكرة تعم خيرات رحابي. يا وطني يا بلدي سوداني، يا وطني يا بلدي سوداني. أنا نادين علاء الدين، مقدمة برامج في الراديو وفي التلفزيون. بحب شغلي جداً جداً، لكن أكثر من شغلي بحب الموسيقى. الموسيقى هي لغة عالمية، لغة جميلة، بتربط الناس على حبها وبتألف وجدانهم على حبها. عشان كده سعيدة جداً إنه ألاقي مستر فيرمان اللي حيوصلنا الليلة في الخرطوم. مستر فيرمان بيعمل فيلم وثائقي عن الفن في العالم كله، فلي كل الفخر إنه أعرفه بالفن في السودان. وما في أجمل من البداية مع ابن كردوفان الغرة ومخيرا جوا وبرا. فنان قدير بيحظى باحترام كل الناس اللي حوالينه، غنى الكثير وتغنوا له الكثير. الفنان القدير عبد القادر سالم حنمشي عليه، ومؤكد حنلقاه في اتحاد المهن الموسيقية. طالبين سلامة أكبك ظلامة، طالبين سلامة أكبك ظلامة، طالبي سلامة ما تبقى ظلامة، طالبي سلامة ما تبقى ظلامة. أنا عبد القادر سالم من منطقة جنوب كردفان، مدينة الدلنج، مولود والنشأة في مدينة اللبيد. وأنا يعني بدأت النشاط الفني منذ عام 64 بفرقة فنون كردفان بمدينة اللبيد، وبعدها درست الموسيقى في كلية الموسيقى والدراما بالخرطوم. الموسيقى عموما انا بعتبرها هي حياه عبد القادر سالم، لانه انا لم اقف في القناع بل بدات في البحث. وكانت بعد التخرج سنه 71 كان هنالك اللجوء الى الدراسه. درست موسيقى الفلكلوريه لقبيله اسمها الهبانيه. هذه القبيله بجنوب دارفور، وفي جزء منها في منطقة كردفان. من خلالها تعلمت أشياء كثيرة جدا، وثبتت قيم موسيقية من الأغاني التي تعاملت معها. أيضا عملت رسالة الدكتوراه في موسيقى كردفان وأثر البيئة
في تقديري إنه البيئة مؤثرة على أي أغنية سودانية تراثية أو فلكلورية أو أغاني تقليدية تمارس في أي منطقة في السودان. فالإنسان يحاكي الحصان عندما يجري ويحاكي الإبل في مشيتها ببطء. في الرقص اسمه الجراري، ويحاكي الأغنام عندما تمتطي أو تحاول نيل أكلها من الشجر. عشقي يا شمع، عشقي يا شمع، ضاع ضاع زمن ما، الفراق حراك زاد غناي نما، الفراق حراك زاد غناي نما، غناي نتلمى بيرنا ننجمى، بيرنا ننجمى. الفنان السوداني، المغني السوداني والملحن لعبوا أدوار كبيرة جدا. يعني هذا الاتحاد الذي نجلس عليه الآن، كان الفنانين يغنون لصالح المستشفيات، بناء المستشفيات، لصالح بناء المدارس. كان هنالك فنان عظيم اسمه أحمد المصطفى الذي بنى هذه الدار، ومعه عدد كبير. كان بيغني لحفر الآبار، بيغني للمرضى، يعني وما زالت رسالة الفنانين مستمرة. الفن السوداني وقف مع استغلال السودان، ظهرت أغنيات كثيرة، يا غريب بلدك يلا لبلدك، تطلب من الإنجليز أن يقادروا البلد، غنوا في الفؤاد ترعاه العناية، غنوا ما بخش مدرسة المبشر عندي ماحة وطني العزيز. يعني الثقافة السودانية والناس دائرة، ما دائرة مثلا كنائس إلى آخره. فإذا الفن كان يعبر، عبر عن حركة 24 اللواء الأبيض، وعبر عن تطلعات الاستغلال. أغنيات كثيرة سوداني جوا وجداني، أغنيات كثيرة جدا جدا، وعبر عن وحدة السودان. يا بلادنا ها، سوداني وطننا ها، مقتول هواك أنا من زمان، مقتول هواك يا مقتول هواك أنا من زمان. اتمنى يوم زول الجبال يقطع معايا دربا عديل، اتمنى يوم زول الجبال يقطع معايا دربا عديل، مشوار طويل نمشيه فيه رملة كردفان. ليزا شاكر، اسم لما يتقال بيخطر في بال الناس حاجتين، الشباب والطموح. فنانة شابة طموحة بشكل كبير، تعشق الغناء وتعشق العزف على الجيتار منذ نعومة أظافرها. كنا في منزل الفنانة ليزا شاكر وصورنا معها. بتحداك لو رب الكون خالك إنسان حباك قادرين، حباك قادرين
بتحداك. انا ليزا شاكر، اتولدت في مدرمان وبحب المزيكا شديد، بعزف جيتار من زمن طويل. البيئة اللي اتولدت فيها يمكن عشان ما اتولدت لقيت انه قدامي في جيتارات وفي مزيكا وكده، فبقيت احب الحاجة شديد. لو رب الكون خلق انسان حباك قادري، حباك قادري بتحداك. والله يا اخي انا باخد غنى من ملحنين وشعراء سودانيين كتار، وغير كده بحاول اختار برضو حاجات popular مثلا في العالم كله، او مثلا اغاني بتكون معروفه مثلا في تنزانيا في اغنيه معينه بتكون مشهوره مثلا، او في اي حته تانية من افريقيا او في اي حته ممكن اغني اغنيه بتكون مشهوره او موجوده في البلد، او لازم يكون الاغنيه عندها يعني معنى او مضمون، تتكلم عن السلام، تتكلم عن اي موضوع تاني. بالنسبه للغنى اللي انا بعمله، ممكن مرات بلحن براي يعني، لكن ما دائما. بتتعامل هنا طبعا في السودان، يعني انا يعني حبه حبه شويه شويه، فاختيار القصيده ذاته بياخد معي وقت طويل جدا جدا، واللحن برضو، لكن الحاجه البسيطه دائما هي اللي بتشدني يعني. بتحداك لو رب الكون خلك انسان حباك قدري، حباك قدري بتحداك لو تلقى جلال مشحون برادة من بدري، من بدري Said I remember when we used to say in the government, yeah, in Tristan, and then Georgie would make the fire light. Love would burning through the time. Then we will cook, call me for it. والله زمان كان الناس بيقولوا انه يعني بيقولوا صعب انه البيت تغني او البيت تبقى فنانه، ده كان زمان شديد، لكن هسه حاليا يعني بقى الموضوع شويه سهل. وغير كده يمكن وجود بابا جنبي عمل لي حمايه كبيره او يعني دعم كبير بالنسبه لي معنوي وكده، فانا حاجات بالنسبه لي كلها كانت يعني ما كان في صعوبه، ما حسيت انه في صعوبه يعني عشان اقوم اعمل حاجاتي. يلا يا ابني يا بنيه يا بنيه ممكن ما تجي في سوي لي سوي لي ليلك مو كافي. يلا يا ابني يا بنيه يا بنيه ممكن ما تجي في سوي لي سوي لي ليلك مو كافي. الموسيقى في السودان يعني السودان مليان بكمية هائلة من الإيقاعات والثقافات، ممكن تكون في الشرق وفي الغرب مختلفة عن في الجنوب وفي الشمال، ممكن تلقى إيقاعات ما موجودة في باقي الدول أو باقي أي حتى يعني برا. فبفتكر إنه السودان غني شديد بمزيكا مختلفة. أنا بحب الغنى السودان شديد، يمكن ما عشان أنا سودانية، لكن عشان يمكن الإحساس والدم الأفريقي بكون موجود. Comme si je n'existe pas, elle est passée à tout et tout moi, sans regret, rien de ça va. J'irai عايشة pour tout et pour toi. Comme si je n'existe pas. Elle est passée à tout et de moi. Sans irrégat, rien de ça va. J'irai عايشة pour tout et pour toi. La suite, les belles, les bijoux. Aussi. Oh,
pauvre dans ton bout. Le oui, Pierre et du miel. Baby, Aïcha, si tu. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha. أحلامي كثيرة شديد منها إنه زي ما دائماً قاعد أقول إنه الأغنية السودانية تاخد الموقع بتاعها في المزيكا عموماً برا. أنا طبعاً أخذت الموضوع كهواية لكن هو شكله حالياً بقى احترافية من غير ما أقصد، لكن أنا بشوف إنه أنا بس بعمل في حاجة أنا بحبها وبحلم إنه أمشي لقدام وأخذ بصمة في خارطة الفن السوداني على قدر ما أقدر وتكون مختلفة. بصمات ما بتكون دائما متشابهة يعني، لكن عايزة أكون شوية مختلفة. في بلدي واحدة من الحاجات المميزة فيه وغنى المديح، الناس بتحب تمدح الرسول كثير عليه الصلاة والسلام، ففي فرق كثيرة بتمدح الرسول وعدد كبير جدا منها، لكن في فرقة مميزة قدرت انه هي تضيف لمديح الرسول كثير، وغنى الصوفية عندنا مختلف عن أي مكان في العالم. واحدة من الفرق هي ثنائي الصحوة، فكنا معاهم في منزلهم في محطة البلابل، فرايكم شنو نمشي نشوفه؟ والله يمكن نحن كثنائي الصحوة شوية مختلفين عن بقية الفنان. نحن هدفنا زي ما قلت لك من بداية الحوار عندنا رسالة معينة دايرين نوصلها، يعني يمكن الفنان يكون ما كل الفنانين يعني، يمكن جزء من الفنان يكون همهم إنه زول عاوز يغني وبس، لكن نحن عندنا رسالة عاوزين نوصلها. المديح بتاعنا المديح اللي بنقدمه ده هو عبارة عن رسالة، نحن بنوري الناس، بنعرف النبي صلى الله عليه وسلم للناس. في ناس ما بيعرفوه أو في ناس بيعرفوه لكن ما بالصورة الكافية، نحن بنحاول نوصل لهم تعريفنا للنبي صلى الله عليه وسلم. كل قصيدة أو كل مدحة هي عبارة عن درس في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فده همنا نحن دايرين نوصل للناس. مهما واجهتنا صعوبات حنقوم نوصل رسالتنا بأي صعوبة وصل يعني لاقتنا. في ظلام الليل معنا نشتفي منه اللبيب، حرك الأشواق دعنا نجتلي وجه الحبيب. الحاجة الثانية اللي بنقدمها نحن برضو زي ما قلت لك الأغاني الوطنية وأغاني التراث. طبعاً الغناء الوطني ده أنا بفتكر إنه يعني فرض على كل فنان، أي زول غنى ما ضروري في السودان، في أي حتة في العالم أنت غنيت عندك ضريبة تجاه وطنك لازم تأديها، لازم تغني لوطنك، لازم تمجد وطنك ولازم تحب وطنك، لأنه في النهاية حب الأوطان من الإيمان. هو طبعا هو الاستقرار، انا هختلف مع عشان في مساله الاستقرار حيكون استقرار عاطفي يعني بتمنى لثنائي الصحوه ان شاء الله التقدم، واحلامي هي انه نصل لاهدافنا ولغاياتنا وللعالميه ونوصل رسالتنا على اكمل وجه. وعلى الصعيد الشخصي هو عموما بتمنى الاستقرار، وبتمنى الاستقرار لنفسي، وبتمنى الاستقرار للبلد،
بتمنى الاستقرار لكل الأسرة المعانية ولكل ودي حقيقة دي يعني هي حقيقة يعني ما كلام بتاع تلفزيونات زي ما هم بيقولوا يعني دي حقيقة يعني بتمنى الاستقرار عموما لكل الأسرة السودانية ولكل الأسرة المسلمة ولكل الأسرة الفقيرة والتعبانة يعني وإن شاء الله ربنا يهون الأمور وسهل إن شاء الله يا رب. أين المسلم قلبي خافض دوما بحب الله وأعمالي وأقوالي نعطرها بذكر الله فبسم الله أبدأها وأختمها بحمد الله وهمي في الحياة هداية الدنيا لدين الله وعيشي إن أعش لله وموتي في سبيل الله أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم لا أرجو ولا أخشى سوى ربي عزيز النفس لا أحني لغير الله أنا المسلم الجاز في العالم كله معروف انه هي وحدت ودان الاف الناس وفي السودان وحدت ودان الاف المعجبين بالموسيقى دي لكن واحد من الفنانين قدر انه هو يتميز وبشده وقدر انه يحوز على لقب ملك الجاز بكل جداره كل عشاق الجاز بينظروا له على اساس انه قدوه وعلى اساس انه مثل اعلى لكل محبي الجاز الفنان الرائع شرحبيل احمد واحد من الايكونز واحد من الأساطير في السودان واحد من الفنانين الكل الناس بتحبهم وبتعشقهم وبتحب غناهم فكنا معهم شرحبيل أحمد محمد سليمان سوداني من مواليد أم درمان مدينة ودنباي ترعرعت في العباسية وأخذت تعليمي الأول في كتاب الشيخ بابك البدر early 40s بعد ذاك قريت في العباسية شوية ونسبة لظروف والدي والدي كان ميكانيكي وعنده عربة فنسبة لظروف عمله اضطرينا نرحل إلى مدينة المبيض فتركت الدراسة هنا في الخرطوم ومشيت إلى مدينة المبيض وأكملت المرحلة الأولية ثم المدرسة الابتدائية في مدرسة التابعة لل البعثة التعليمية المصرية مدرسة النهضة وبعد ذلك بعد ما انتهيت من المرحلة الابتدائية رجعت للخرطوم ثانية والمرة دي ده بقى أنا رجعتهم لأنه أنا كملت الدراسة ولازم كنت أرجع عشان أمتحن الثانوي العالي فلما جيت الخرطوم امتحنت في كلية فاروق اللي هي جامعة النيلين هسع بعد ذلك طبعا ظهرت الموهبة الفنية الموسيقى يعني جات طالع وطبعا من رحلتي الطويلة من الدراسة إلى ما كملت الكلية الفنية الجميلة كانت الموهبة ظاهرة بتاعت الموسيقى موجودة حال البي لو جربت يا المريون حال البي لو جربت يا المريون كنت بكيت من قلبك ودمعك سال وانت في بالي يا حبيبي ليه غيابك طال 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 لا لا لحد ما كونت الفرقة بتاعتي الآن هسا مكونة من مجموعة من العازفين الممتازين عندي آلة ساكسفون وترامبت وساكسفون تينر وبيس جيتار وأورغون ودرامز وكونغا وأنا نفسي بغني وأعزف الجيتار
ويمكن في بعد ما مما أنا بديت قبل ما بعد ما تزوجت أمنا الشريف دي، فهي أصبحت عضوة برضو معانا لأن هي كان عندها نفس التالنت، وبذلك بتكون هي أول شابة سودانية تشارك في فرقة من هذا النوع وتلعب على هذا الجيتار. تعال ارحمني من هجرك كفاية عذاب، تعال الليلة ما بكرة بدون ميعاد. والله يا أخي الفنان هو طبعا مربي وموجه ومعالج طبيب، لأن الموسيقى بتعالج والموسيقى بتربي والموسيقى بتوجه وبتلفت النظر لكل الحاجات، ويكفي أنه الفن في العالم كله دلوقتي توظف وظائف متعددة، وحتى في الزراعة، حتى في الإنتاج الحيواني الموسيقى تعزف في المكاتب، الموسيقى تعزف في أماكن العمل للناس المتعاقين عندهم حاجات نفسية الموسيقى بتعالجهم. فالدور بتاع الفن ما مفروض يكون مقتصر على الأغنيات، مفروض تكون لكل الحاجة، يعني تغني للسلام، تغني للأطفال، تغني للأمومة، تغني للسلام هكذا، تغني للحب، تغني للطبيعة، كل حاجة جميلة جدا، تغني للصداقة هكذا. الليل الهادي يذكرني حبيبي الغايب من البدر، خلاني وحيد نصيبي ناحيد، خلاني وحيد نصيبي ناحيد. سودي وبودك محمد الخاتم واحد من الفنانين المميزين، عنده أسلوبه الخاص بيتميز به لوحده، كان موجود مع فرقة عقد الجلاد وقدر إنه هو يغني معهم، لكن حتى لما كان مع الفرقة كان بيغني بطريقة مختلفة، انفصل عن الفرقة وحاليا بيغني برا وعنده أغنياته الخاصة. حضرنا جزء من البروفات وقابلنا عدد من الموسيقيين المعهم. اسمي محمد الخاتم، محمد الخاتم صديق، الاسم المعروف به في السودان محمد الخاتم وحده. صديق هو الوالد، تولدت في مدينة كوستي بالنيل الأبيض سنة 1977 31/12. درست المراحل التعليمية الأولى الأساس والمتوسط في كوستي، جيت الخرطوم سنة 91 ودرست الثانوي والجامعة في الخرطوم. درست إعلام وعلاقات عامة في السودان وفي شرق النيل الكمبيوتر. بعد ذلك درست موسيقى في CCF مركز الثقافي الفرنسي في قصر الشباب والأطفال. بعد ذلك بديت أعرف كمية من الموسيقيين وأتعلم منهم شوية شكل الموسيقى في السودان. الموسيقى بالنسبة لي يعني هي حياتي، أنا أحب الموسيقى جداً من أنا صغير. أول هواية لي كانت الرسم والخط العربي، بعد ذلك بقيت أسمع الموسيقى من أي شكل من الأشكال، يعني موسيقى من أفريقيا، الموسيقى العربية، الموسيقى الإسبانية، الريغي، أحب الريغي جداً،
بوب مارلي واي موسيقى ممكن تستفزك وحاسس انها جميله بسمعها، وهي بالنسبه لي كانت مخزون سمعي. بعد ذاك اعتمدت على الفلكلور السوداني من الموتيفات اللحنيه، الجمل اللحنيه السودانيه، وطورتها خطيتها على قالب جديد اللي هو يشبهني انا، وبيجي ستايل على فكره معظم الشباب بيغنوا بنفس الموضوع ده او نفس الستايل انا بلعب به، اللي هو انا بديت اغني بهم من سنه 91. بحلم بانه السودان فيه فنانين جميلين شديد، فانا بحلم بانه العالم كله يعرف الثقافه السودانيه بشكل جيد ويعرف غنانا وتراثنا السوداني. عشان نعرف ده لازم احنا نصل للعالميه، غنانا يبقى واصل لكل الناس، فدي ويا ريت يكون احنا عايشين في بلد مسالم في امان وسلام عشان نقدر نبدع بشكل جيد واحنا بالنا مستقر. فكل ما ساد الاستقرار والسلام والامن في العالم كله الفنان حيقدر يبدع اكثر وحيقدر يوصل، ودي برضو رسالتنا احنا كفنانين. افضل كل الفنان بفضل انه كل الفنانين يساهموا كيف السودان وكل العالم يكون في سلام وامان. ولغاية حسن مذكرة أول مرة سمعت فيها الفنانة نانسي عجاج، الفنانة الرائعة، شدني الصوت، صوت عذب، صوت ملائكي مختلف عن كل الأصوات. قدرت في فترة قصيرة جداً إنه هي تكون قاعدة جماهيرية عريضة بعرض البحار وبعرض نهرنا النيل. فنانة بمعنى الكلمة، كان مرة من المرات حاورتها واكتشفت هي ليه قدرت إنه هي توصل للمرحلة اللي هي حالياً فيها، تلقائية بساطة وإبداع. فكان عندنا الشرف إنه إحنا نصور معها. يلي لسه في الخاطر، يلي لسه في الخاطر، يا بسمة الفاطر، يا بسمة الفاطر، يلي لسه في الخاطر، يلي لسه في الخاطر، يا بسمة الفاطر، يا بسمة الفاطر، يا شمس يا قمر. أنا نانسي عجاج، اتولدت وتربيت هنا في السودان في مدينة أم درمان، وعشت فيها جزء كبير من حياتي، وبعدها انتقلت واستقريت بهولندا. بدايتي كانت بمعية والدي، والدي موسيقي عازف أوف، وكان هو الأخذ بيدي، وبدأت معه البدايات الأولى. كنا بنقدم عروض للسودانيين ولغير السودانيين هناك في هولندا، فالبداية كانت في هولندا. بعديها جيت على السودان وبدأت أقدم من نفسي للناس هناك. الفن ما يعني الفنون عموما، برغم أن السودانيين يحبوها جدا، لكن هي مسألة إنك أنت تمتهن الموسيقى، تمتهن الفنون، هي شوية قصة صعبة جدا هنا في السودان. لما تكون واحد من الحاجات برضو اللي بتخلي المسألة دي صعبة إنه المجتمع ذاته محافظ، المجتمع في فترات كل ما نحن نمشي لورا كل ما كانت الحاجة أصعب للراجل، وبالضرورة بالنسبة للمرأة، يعني بالنسبة للمرأة كانت شبه مستحيلة كده في أوقات، إلا أسامي بالعدد كده ظهرت في ظروف قاسية جدا جدا. أسي الحال متغير، بيجينا نشوف في برامج كثيرة بتقدم بنات
بيجينا أسهل حال متغير، بيجينا بنشوفها في كمية كبيرة جدا من الشابات بيقدموا نفسهم، بيقدموا برامج مختلفة، وبيكون عندهم الرغبة في إنهم يصبحوا مطربات وفنانات وغيره. والحاجة دي يعني أنا بقول كانت صعبة، أسي أحسن، وبنتمنى إنها تكون دائما أحسن وأحسن، باعتبار إنه أنت إذا ما لقيت الجو والبيئة المريحة بالنسبة لك ما هتقدر تنتج، ما هتقدر تعبر عن نفسك، ما هتقدر توصل حاجاتك بشكل أفضل. شاسع الحزن البعيدك لو فضل في العمر خطوة، وسع الأحلام أغرب من ضيقك. بفتكر إنه بخلاف إنك أنت بتقدم فنون، والفنون عموماً هي وظيفتها تهذيب وتجذيب البني آدم، بخلاف كده أنا أفتكر إنه الفنان مفترض يكون عنده رسالة، والرسالة دي أنت بتوصلها بإنك أنت تكون أوير بالحاجة الحاصلة حوالينك، تقدر توعي، تقدر تقدم، تقدر توعي الناس اللي بتسمعك، تقدم لهم نموذج كويس يعني. أهلا بك، مرحبا بك، خطوة عزيزة، أهلا بك، أهلا بك، مرحبا بك، خطوة عزيزة، أهلا بك، يا نورت الدنيا وجيت، يا نورت الدنيا وجيت، الأيام شغلتنا عليك، دابنا فرحنا يوم طلت، يوم طلت. لأنه في بلدنا السودان إحنا شعب معروف بحبه للطرب وحبه للغناء، في الفترة الأخيرة ظهر عدد كبير جدا من الفنانين اللي قدروا إنهم يثبتوا نفسهم. الفنان أحمد اللورد واحد من الفنانين الشباب، بيتميز بصوت جميل وبرضه بقدرة عالية على عزف الجيتار، فدادته إضافة جميلة لصوته. في الفترة القادمة بنتمنى إنه هو يكون واحد من الأسماء الكبيرة في السودان، وصورنا معه. شايل أنا بالريد، الريد حروف، وهمست في صمت الكلام، ونست بك ريحة الجروف، ورجعت لك شايل أنا قريت حروف، وهمست في صمت. أنا بعتقد اعتقاد كامل إنه لدى السودان إرث وافر جدا من الغناء، يعني بأشكاله، إذا كان تراث أو قناع شعبي أو قناع حديث أو قناع له علاقة بالقناع العالمي أو الموسيقى العالمية وارتباطه بها يعني. فأنا بفتكر إنه الغناء السوداني هو حاجة مليانة بالروح يعني، وحاجة الناس بتقولها وهي حاساها يعني، هو ما كلام مصنوع، هو كلام محسوس. فأنا بفتكر إنه الغناء السوداني أي حاجة عندي أنا يعني. البيني بينك اشتياق، إحساس مسافر دون هو الموسيقي لازم يتشبع بالموسيقى كدراسة وعلم ودراية وارتباطه بالسمع بالنسبة للموسيقى. الموسيقيين في السودان أنا بفتكر إنه هم مظلومين إعلامياً عشان هم يظهروا حاجاتهم أو أفكارهم. هو حقيقة إنه في منابر ضخمة، بس هي بتنحصر على فئة معينة من الناس لدينا هنا يعني. وأنا أتمنى إنه المنابر تتوسع بشكل أكبر،
ويتسلط عليها ضوء الإعلام بشكل أكبر، عشان أنا بتمنى إنه لدى السودان يكون في مقعد في الموسيقى العالمية. عسل الكلام الدين من شهد القطور. مشان استديو وان ولاقينا اثنين شخصين عندهم القدرة على انهم ينظموا الاحتفالات في السودان، واحتفالات دائما بتكون جميلة ومميزة، محمد فاروق او موجو ومصطفى خوجلي. يمكن الراب في الفترة الأخيرة بقى شاد انتباه عدد كبير جدا من الشباب الصغار، فموجو قدر انه هو يشبع حب موسيقى الراب عند الشباب، ومصطفى خوجلي بينظم الحفلات، فالاثنين مع بعض عاملين تيم رائع جدا. كنا معاهم في استوديو وان. اسمي محمد فاروق محمد حسن. ستيت نيم موجو. ميوزيشن نيم موجو. ام فروم سودان. من الشماليه تحديد كنزي محزي ميكس. اسمي مصطفى خوجلي عبد الرحيم ابو بكر. شاب سوداني من مواليد ساحل العاج. درست في الكويت ودراسات العليا كانت في ولايه نيويورك في امريكا. عدت للسودان في عام 2001، ومن ذلك الوقت شغال في مجالات البنية التحتية وأيضا الإحياء الثقافي. ممكن تقول إنه في البداية أكثر فنان سمعت له وكان السبب لأنه طبعا أخواني الكبار بيسمعوا له كده وأبو مارلي طبعا. بالنسبة للوكال اللي هو في السودان هنا نور الجيلاني واحد من الفنانين المفضلين يعني، لكن عامل يعني بعد ما لقوا الفنانين ديل، وبعدين في طبعا مايكل جاكسون وفي عدة طبعا فنانين اللي هم ديل ادوني طبعا زي ما تقول البوش يعني انه اكمل في المجال ده مثلا او حتى ابدا فيه يعني من الاول. ف ديل كانوا تقريبا يعني ممكن تقول الفنانين اللي هم بسببهم يعني انا بديت الموسيقى، اللي هم بوب مارلي ونور الجيلاني. لا من اللحظة اللي اكتشفت فيها الفن وزدن هموم الناس كان بما قن احيانا ما فن كلام الناس شتب ما فرن خلاني احين قاليني اني مجنون كذا وستب ودقن اذكرت زمان انسان جعان with a mom and a sis خليت بطني دودة talk in hers and sis بمين مكان لي مكان she was hurt tears short حسيت بكل مشاكل الدنيا I was torn. فدي هنا فتحت لي عيوني على انه كيف الفن نفسه مستخدم في التوعية، والتوعية الاجتماعية والتوعية الثقافية والتوعية وبالذات ما يخص بعد ذاك في الشباب. والمركز الثقافي اللي فتحناه هناك في بروكلين أثبت لي النقطة دي. ومن ما جيت السودان في 2001 الواحد كان ساعي جدا في إنه يستخدم الوسائل الإعلامية المختلفة اللي تعلمناها وشفناها في الغرب لتوعية المجتمع، لتوعية الشباب بالذات، لأنه الشباب كمان للأسف يعني بيشوفوا الخارج، بيشوفوا الثقافة الغربية، بيفهموها بصورة غلط خاطئة وبيحاولوا يجوا ينفذوها كمان بصورة أسوأ. ودي عليها انعكاسات في المجتمع خطيرة جدا يعني. فنحن كناس كنا برا وتعلمنا برا وجئنا بنشعر انه كمان لدينا واجب اجتماعي انه الشباب اللي قد يكون فاهم الرسالة الغربية دي خطأ نوضحها له. وحتى الغرب اللي فاهم رسالتنا احنا خطأ برضه نوضحها له. من خلال التبادل الثقافي والتبادل الاجتماعي وغيره ان شاء الله. Say that, cha ha 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 ha.
البنا واحدة من الأسر الكبيرة جدا في السودان، أسرة فنية معروفة طلع منها عدد كبير جدا من الفنانين أثروا الساحة الغنائية بعدد جميل من الأغاني. آخر عنقود في عائلة البنا هو أحمد. أحمد البنا قدر إنه هو يتميز بأسلوبه الخاص وبأغانيه برضو الخاصة. كان لنا الشرف إننا نكون في منزل عائلة البنا وصورنا معه. الشي المهم بمرلي انت خلاص عندي انتهي، الشي المهم بقول لي انت خلاص عندي انتهي. انا بديت السمع كنا في الامارات، يعني الحاجة ساعدتني. انا حقيقي بميل الى الغناء الشرقي أكثر من السوداني، بحاول أدخل السلم السباعي للسودان هنا، يعني هسه في الحاني دائما بميل للحاجة السباعية. فابتداء بديت بسمع، يعني أبوي كان في البيت نحن في الإمارات بسمعنا الحقيبة، حقيبة الفن، يعني كنا بنسمعها من كروم وسرور وكذا. لما جينا هنا السودان حقيقة ما اتأثرت به فنان معين او حاولت استمع له، لانه سمعي حقيقه كان يعني محصور بالحياه اللي كنت بسمعها في الامارات، يعني السمع الغربي والعربي. فيا دا بديت استمع للسوداني، وهسه بستمع للسوداني عشان احفظ واغني. والفتره الحاليه ما بستمع لانه الحياه اللي بقدمها الغناء اللي بقدمه كله خاص حقي انا. يعني العادل وسين انا منايا ليه قالوا حسن وحسين مرقوا شدوا ليه، العادل وسين انا منايا ليه قالوا حسن وحسين مرقوا شدوا ليه، شدوا للبيت نادي منايا ليه الا اسد العابية شدوا للبيت ناها الا اسد العابية. يا رب في طرفة بقول لك الجزائر بلد المليون شهيد، السودان بلد المليون فنان، يعني في فنانين كتير شديد يعني، لكن بعد ذلك بقى التميز والاجتهاد، تحاول تجي بحاجة جديدة، ما الغنى بس أي شيء، لما تجي بحاجة جديدة بتلقى قبول من الناس. لو انت فعلا قدر صاح وريني كيف قادر تسوق يا داخل غلط داخل غلط، ما بتلقى عندي مساحة لك فارقني شوف بيشتريك يا داخل غلط. رحلتنا مع مستر فيرمان قربت تنتهي والختام مسك. أول فرقة نسائية غنائية قدرت إنه هي تنجح، والأصعب من كده إنها قدرت تحافظ على نجاحها لفترة طويلة. الما بسمع للبلابل بنفسه قام وتربى وسط عيلة بتسمع وبتحب البلابل. زي ما نقول يعني في الفترة الأخيرة طبعاً نحن كنا من الرائدات، يعني سبقونا زي 4 أو 5 فنانات، وظهرنا في ظروف صعبة جداً. يعني الفنانة الأنثى يعني كان نظرة المجتمع عليها كانت نظرة ما جميلة، ودي الحتة اللي نقدر نقول البلابل قدروا يغيروا مفاهيم المجتمع ونظرة المجتمع للفنانة. والفنانة ما بالضرورة بتغني، حتى اللي بيمثلوا، لكن طبعا في السنين الأخيرة يعني ظهرت أصوات جميلة جدا
شابة، ودي حاجة طبعا مفرحة جدا، يعني زي ما تقول فتحنا الباب كثير من أيوة البنات، في أصوات كثيرة جدا جميلة، بنات على شباب يعني، وحتى شاعرات يعني، في انفتاح بقى، ودي ده شيء يشرف يعني. موحد إن شاء الله، السودان يا هدى السودان وما يتقسم إن شاء الله بإذن إن شاء الله، ونتمنى إنه يعم السلام وكل كل الناس العالم البسطاء ديل يعيشوا يعني يعيشوا معنا ويكون موحد بإذن الله. وأساسا الشعوب ما عندها مشكلة مع بعض، هي الشغلانة كلها لما تدخل فيها السياسة هي اللي بتخرب، ولذلك احنا عايزين نوري انه احنا نتمنى بالمزيكا نقدر يعم السلام يكون باذن الله اقصر اقصر طريق لانك توصل الرسالة بتاعت مشاعر ووجدان وتحس بالاخرين ومشاكلهم، فنتمنى انه نقدر نحقق حاجة يعني. وبكل الفخر دي هي موسيقانا في السودان.